بنكمل مع بعض، وده للأسف آخر درس في تعليم البرنامج اللذيذ ده، وهو هنتعرف على بعض الاختصارات. يعني مثلا أنا لما بختار أي باتن من الموجودين دول، مثلا الوزر، لما بضغط كنترول من الكيبورد بيظهر لي بعض الحواس، اللايت بقدر أتحكم في الكونتراست بتاع الطبيعة نفسها، بقدر أتحكم في الصورة حسب الشكل اللي أنا عايزه. لما بقعد أغير في الخواص دي بيظهر لي طبعا أشكال مختلفة بخلاف الحاجات اللي موجودة أو الأوبشن اللي موجودة تحت. بضغط كنترول بلاقي عندي برضو الإفكتس، بقعد أغير فيها بلاقي عندي الكاميرا، بس الكاميرا من ناحية الكونتراست، يعني الكونتراست والاكسبوز والبريتنس، بقدر اختار مشاهد او اغير في شكل المشهد بتاعي بحيث ما يبقاش مثلا ايه طبيعة معينة. مثلا انا عايز جو فيه غيوم، فطبعا لازم اغير في الكونتراست بتاع البرنامج بدل ما اروح لبرنامج بديل. يعني مثلا بعد ما اخلص المشهد بتاعي اخش على الفوتوشوب علشان اعمل التعديلات دي، لا، هو البرنامج بيديني بعض الخواص اللي انا بتحكم فيها. طبعا زي ما احنا شايفين بقعد اغير في الاوبشن دي بيظهر لي حاجات مختلفة. طبعا في الكاميرا بيديني الفوكس بتاع الكاميرا او بيديني زوم من منظر ده. يعني تقدر تحط أي شكل وليكن كده، تنزل تخش الزوم المنظر ده، وبعد كده تقدر تاخد لقطة للمشهد بتاعك، هتلاقيها طالعة قمة في الروعة بصراحة. فالبرنامج ده بيوفر لي أسلوب سهل في التعامل ونتيجة قوية جدا. وطبعا بلاقي عندي تحت في شكل سهم، لما بضغط عليه بيشيل كل الأيكون اللي موجودة في البرنامج بحيث أقدر أشوف اللقطة بشكل واضح. طبعا لما بحب أرجع بضغط اسكيب بيظهر لي تاني الأوبشن بتاعي، وبلاقي عندي في هنا حاجة شبه الترس اللي هي السيتنج، بقدر أبدل في حركة الكاميرا عن طريق الماوس، بقدر استخدم التابلت، بقدر اعمل هيدن للكروس بتاعي، بقدر اعلي الكواليتي بتاعي. صحيح موضوع الكواليتي تعالوا ما اوضح لكم نقطة. مثلا انا عندي الصورة بالمنظر ده لان الكواليتي بتاعي عالي، فانا لما بعمل لو كواليتي تعالوا شوفوا الصورة عملت ازاي. فنخلي بالنا واحنا في عملية الاكسبورت او واحنا شغالين في البرنامج، كل ما بعلي الكواليتي كل ما النقاوة والجودة بتاع الصورة بتفرق طبعا معايا، بيوضح لي أكتر التفاصيل، بيوضح لي اللمعان لو كان في حاجة بتلمع، بيوضح لي الشادو. إنما لما بقل الكواليتي طبعا بيقل معايا. وطبعا بلاقي عندي الريزوليوشن دي معروفة عند كل المصممين، اللي هي الدقة بتاعت شايفين البكسلز قل ازاي. إنما لما بعلي الريزوليوشن بيبقى أوضح وأدق معايا، بقدر أغير زي ما احنا اتعلمنا. أقدر أضغط كنترول تاني وأقدر أفتح الدنيا شوية، وأسيبكم إن شاء الله تستمتعوا مع البرنامج الرائع رائع بجد، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الكورس الصغير ده. بس في نقطة كمان عايز أوضحها قبل ما أنهي الكورس بتاعي. في عندي هنا لما بختار اللاندسكيب في عندي الجزئية الخاصة بالترين اللي احنا قلنا ممكن بيديني أرض فاضية، أو بيديني ميك بعض الماونتس بيعمل لي خلفية جبال، أو بيديني أو بيخليني على شكل جبل. في حاجة عندي اسمها لود ترين ماب. يعني ايه؟ يعني مثلا أنا عندي لو افتح برنامج الفوتوشوب وافتح اي سايز وليكن بالمنظر ده، تعالى نعمل لها روتيت
امسك البروش بتاعتي اعمل مثلا في اللون الابيض، اعمل مثلا حاجة بالشكل ده واقول له سيف، سيف از، واقول له اعملها مثلا جيب جي، واقول له سيف، واقول له اوكي، وارجع تاني على الليميون، وارجع على الليميون واعمل لود ترين ماب واختار الصورة دي، بلاقيه عمل لي بلاقيه عمل لي بلاقيه عمل لي اللاين اللي انا عملته في الفوتوشوب ده عمله لي على شكل الجبل، وبالتالي اقدر اعمل لوجو، اقدر اعمل اسم، اقدر اعمل اي حاجة جوه البرنامج ده زي ما احنا شايفين، واقدر اتحرك جوه اي شكل جوه البرنامج دي. بس حبيت انوه عنها. طبعا هنا بعمل سيف ترين ماب، يعني بقدر احفظ اقدر احفظ الشكل اللي انا عملته ده جوه البرنامج. تعالوا نقلل الكواليتي شوية علشان اقدر اتحرك جوه البرنامج. طبعا لما بقلل الكواليتي مفيش حاجة باينة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. فبالتالي البرنامج بيديني يعني الناس المتخصصة هتلاحظ ان هو بيديني كل حاجة، بيديني كواليتي عالي، تحكم سهل، لما باجي اعمل ريندر الريندر سهل، بيديني كواليتي عالي، يعني بيوصل في الفيديو لحد الفول هاي ديفينيشن. انا مش هحتاج اكتر من كده في الشغل بتاعي. يا رب يكون البرنامج كان واضح وسهل، وفعلا البرنامج بسيط ويستاهل انك تتعلمه، لانه هيضيف لك ان شاء الله في الشغل بتاعك او في التعامل، خصوصا لما تربطه بشكل منظم وبسيط مع البرامج او برنامج السي دي اللي انت بتتعامل معاه، سواء كان ماكس، سواء كان مايا، سواء كان سينما 4D، سواء كان اي برنامج، لان هو بيتعامل مع امتداد، واغلب البرامج بتطلع امتداد الاو بي جي وامتداد ال 3DS، فتقدر تتعامل مع البرنامج بكل سهولة. يا رب اكون قدرت اوصل لكم فكرة البرنامج بالظبط هي ايه. كان معاكم مصطفى مكرم، واستنوني ان شاء الله مع كورس الفيو اللي انا هشرح فيه بالتفصيل ان شاء الله ازاي نعمل مناظر طبيعية. هو البرنامج ده غني عن الفيو، بس برضه لازم نتعلم الفيو. تحياتي لكم مصطفى.